الفيديو في الفاسكولار جوه عنوانين ريجوليشن اوف بلاد فلو وسيركيولاتوري ريسبونس تو اكسرسايز. العنوان الاول ريجوليشن اوف بلاد فلو دايما بيجي ام سي كيو كل سنه دكتوره فاتن بتجيبه اسماء الفازوكونستريكتور سبستنسز، فانا عايز اركز على الفازوكونستريكتور المربع ده، سيريتونين، ثرومبوكسين A2 قلناها في بليتلت اجريجيشن، واندوسيرين ده بيطلع من الاندوسيريوم اوف بلاد فيسلز، وفي مربع تاني فازوكونستريكتورز بس كيميكال. يعني انت عندك نوعين من الفازوكونستريكتورز، في كيميكال وفي فازو اكتف. الكيميكال فازوكونستريكتور كتبت ايه بولد كبيره، ثلاث حاجات بحرف الايه، ادرينالين يضيق الفصل، انتي بايوريتيك هرمون قلناها في فيديو بلاد بريشر، وانجو تنسن 2 بالاضافه لنور ادرينالين وبروستاجلاندين اف 2 الفا وسيريتون. دايما سؤال ام سي كيو بيجي وان اوف ذا فولوينج از فازو كونستريكتور سبستنس، والطلبه لما بتشوف السؤال ده بتستغرب، هو ده موجود فين في الكتاب؟ في العنوان ده ريجوليشن اوف بلاد فلو. نيجي للفازو دايليتور سبستنس. الفازو دايليتور اللي هم الميتابولايتس اللي انتوا عارفينهم، سي او 2 هيدروجين لاكتيت ادينوزين وهستامين بوتاسيوم. انا قلت ان الادينوزين هو اهم كوروناري دايليتور، تمام، وان نيتريك اوكسايد مهم جدا. كانوا زمان فاكرين ان النيتريك اوكسايد ده اسمه اندوثيليوم درايفد فاكتور، يعني هو ماده طالعه بالاندوثيليوم اوف بلاد فيسل. قبل اكتشاف اسم النيتريك اوكسايد كان اسمه اندوثيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور. لو بصينا دلوقتي هلاقي نيتريك اوكسايد عملت عليه سهم وكتبت عليه ستيميوليت. مين المواد اللي بتشغل نيتريك اوكسايد؟ ثلاثة بحرف الايه؟ اسيتايل كولين، ادينوزين، واتريال ناتريوريتيك بيبتايد. فاكرين الناتريوريتيك اللي كان بيرمي الصوديوم في اليورين، اللي كان بيقلل البلاد بريشر، انها في فيديو البلاد بريشر. يبقى كده نلاحظ ان الفازوكونستريكتور فيه ثلاثه ايه؟ ادرينالين، اي دي اتش، انجيوتنسين. واللي شغل النيتريك اوكسايد اللي هو فازو دايليتور ثلاث حاجات بحرف الايه؟ اسيتايل كولين وادينوزين واي ان بي. بقيه الورقه جاست قرايه للتقسيمه. ممكن الفلو يتنظم لوكال بطريقتين، اكيوت يبقى هتشرح لي العنوانين، اوتو ريجوليشن قلناها قبل كده كوروناري سيريبرال سيركيوليشن، عرفتك ثلاثه ام انا منتظر اشوفهم تحت عنوان اوتو ريجوليشن. الام الاولى مينتين ذا بلاد فلو كونستنت اوفر رينج اوف بريشر جريدينت، وتحدد لي الرينج. الام الثانيه الميكانيزم بتاع ميتابوليك، وتقول لي مين الميتابولايتس. الام الثالثه مايوجينيك. دايما حاول تحفظ نفسك في البيت، لان الفسيولوجي منهج كبير لازم تبقى داخل من بره. هيقول لي اوتو ريجوليشن 3 ام، تمام، خلصناها. نيجي بقى على الفازو اكتف سبستنس، يا فازو كونستريكتور يا فازو دايليتور، ده اكيوت ريجوليشن. ازاي انظم الفلو حالا؟ كرونيك ريجوليشن يعني ايه؟ ازاي تصنع فيسلز جديده؟ هسميها انجيو جينيسيس. سيستميك، ازاي ننظم الفلو على مستوى كبير بقى؟ سيستمز اوف فيسلز. نيرفس وكيميكال. نيرفس اشرح لي سيمباثيك والانتيدرونيك ريفلكس. كيميكال اسماء الفازو كونستريكتور والفازو دايليتور.
في حاجه انا عايز اركز عليها. فازوديليتور انا قلت الميتابولايتس دول بالاضافه للكاينينز، ده فازوديليتور قلناها في السكيم لو تفتكروا، والبروستاسايكلين بي جي اي 2 خدتوه في البايو، وادرينالين على السكيلتال ماسل بلاد فاسلز. اما الورقه الاخيره دي ايران جدول مقارنه ما بين ايزومتريك وايزوتونيك اكسرسايز. خدنا قبل كده في المصل الفرق بين ايزومتريك كونتراكشن وايزوتونيك كونتراكشن. المره دي انا بتكلم على ايزومتريك اكسرسايز وايزوتونيك اكسرسايز تاثيره على السيركيوليشن. تاثيره ايه على البلد فلو؟ هارت ريت، ستروك فوليوم، سيستوليك ودايستوليك والبالس بريشر والمين ارتيكال بريشر، يعني تاثيره على الديفينيشنز والبلد بريشر. واضح ان في الايزوتونيك بيزيد الفلو، هارت ريت، ستروك فوليوم وسيستوليك، اول اربعه. انت بتعمل مجهود، محتاج الهارت يعمل ايجكشن اعلى دايما في الايزوتونيك، ده زايد. اما في الايزومتريك اللي زايد اكتر هو المين ارتيريال بريشر. دي جاست ملاحظات لو سالت فيها في الشفه. اخر حاجه هختم بيها الفاسكولار هذا المربع، الهارت ريت بيزيد في الاكسرسايز. عايزك تقول لي الاسباب. ممكن دكتوره فاتن تجيبه كشورت كويستشن، ايه اسباب زياده الهارت ريت؟ كل طلبه بدون استثناء هتكون سمباثيك ايا كان مستوى الطالب ده طبعا، بس الاجابه ناقصه. لازم تقول السمباثيك مسك في انهي ريسبتور، يعني الادرينالين والنور ادرينالين مسك في مين؟ بيتا 1 ريسبتور على المول اوف ذا هارت. الاثنين دول وسعوا فتحوا ال تايب اللونج لاست فولتج جيتد كالسيوم تشانل، دخلوا كالسيوم اكتر من اكسترا سيلر. الاثنين دول زودوا السايكليك اي ام بي جوه الهارت كسكند مسج. رقم اثنين تمبريتشر زاد ديورينج اكسرسايز، جسمك بيسخن، تمبريتشر ميتابوليك اكتيفيتي عالي، هارت يبقى مور اكتيفيتد. السبب الثالث فينس ريتيرن. لو تلاحظوا هنعمل زوم، اول ثلاث اسباب زياده، عملت سهم من فوق، من حقك في اخر السنه تعمل رموز زي دي، زاد او قل، مش لازم تقول لي انكريز ككلمه كامله هتضيع وقتك. فينس ريتيرن زاد ليه؟ السمباثيك هيعمل فينو كونستريكشن فيزود المين سيركيولاتوري بريشر، فالبريشر جريدينت بينه وبين الفينا كيبل بريشر هيزيد، وده اسمه فيس اتيربو فورسز فروم بيهايند. وعلى فكره لما يزيد الفينس ريتر الاتريوم هيتملي فوليوم اعلى، فيشتغل الفوليوم ريسبتورز في الاتريوم. فاكرين قلناها في الكارديو حاجه اسمها بين بريدج ريفلكس، لما قلت لكم بين بريدج ده عالم اكتشف ان الفينس ريتيرن لما زاد كستيمولس اشتغل الفوليوم ريسبتور في الاتريوم، وايه ده تاثيره على كاردياك انهبيتوري سنتر، خلى الكاردياك انهبيتوري سنتر يقل. انا عايز الهارت يشتغل، عايز الهارت اللي ملا يعمل انجكشن. قلت لكم وقتها في فيديو بلاد بريشر لما ترجع له اي ريفلكس هجاره في كلمه صراصير اس ستيمولس والار ريسبتور والاي افن والسي سنتر والاي افن والار ريسبونس، اي ريفلكس حط عنوان واكتب ست نقط بالطول، ستيمولس ريسبتور افن سنتر افن ريسبونس، في كل دول اسباب تزود الهارت ريت، قصدي زياده فيجل فينس ريتر، زياده سمباثيك،
زيادة تمبريتشر. بس في سببين لو قال له هارت ريت هيزيد. فيجل تون، الفيجس بيقلل الهارت ريت من 110 الى 70. لو الفيجس مش شغال العكس سيمباثيك هيشتغل اكتر. السبب الاخير بروبريو سيبتورز.